ناخذ اخر الاتصالات. الاخ نايف من حفر الباطن، تفضل اخي نايف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. يعطيك العافيه يا ابوي. تفضل يا اخي. ابوي لو سمحت، انا عندي يعني دائما الحمد لله نحن لا دائما وسواء اذكر الله، سواء الله يكرمكم دورة مياه، اخرج، ابغى انام، دائما ظل معي. طبعا صار لي ملتزم طبعا تقريبا الحين داخل ان شاء الله برابع سنه الحمد لله. ايوه، لكن ما ادري شنو هذا وسوي. حتى بالصلاه بعض الاحيان اطلع عن ما اتابع مع الامام بعض الاحيان. طيب، واضح سؤالك يا اخي نايف. هذا الشيخ يقول بأنه يكثر من الذكر، وهذا الذكر على لسانه في كل وقت حتى لو دخل دورة المياه. أيضا يقول في الصلاة يعني أخرج عن يشرد ذهني عن الصلاة. أما أنه دائما الذكر لله عز وجل، نعم، هذه نعمة عظيمة. الحمد لله، نسأل الله أن يثبتنا وإياه آمين آمين على شكره وذكره وحسن عبادته. آمين. هذه بشارة عظيمة ما له. شاء الله ما شاء الله. وأما إذا دخل في دورة المياه فإنه يمسك عن الذكر، يمسك عن الذكر ما دام في داخل دورة المياه. وأما أنه عنده وسواس، هو السؤال الثاني. نعم يا شيخ. فالوسواس من الشيطان، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس، شوف، يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فالشيطان يوسوس في صدور الناس، فعليه أن يستعيذ بالله من وساوس الشيطان، وسيذهب الله عنه ذلك، ولا يلتفت إلى الوساوس، بل يمضي في شأنه. إن كان متطهرا يمضي في طهارته، إن كان يصلي يمضي في صلاته، ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. نعم.